حقيقة تحدثنا مع مسؤول رفيع في إسرائيل وذلك لنفهم ما الذي يجري. هذا المسؤول الرفيع الإسرائيلي قال بأن الهدف من هذه العملية هو تحطيم حركة الجهاد الإسلامي وتحديدا جهازها العسكري. هذا هو الهدف الأساسي لهذه العملية والتي سوف تستمر طالما كان هنالك حاجة لهذه المسألة، رغم أن هذه العملية حققت جزءا كبيرا من أهدافها. هذا المصدر أضاف بأن زياد النخالي هو العدو اللدود لإسرائيل. زياد النخالي طبعا هو الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، وأضاف المصدر بأنه يذكر إسرائيل بخالد مشعل في عام 2014 عندما كان يدير العمليات وهو في فنادق قطر. المصدر قال بأنه تم تصفية 6 من قيادات حركة الجهاد الإسلامي من سرايا القدس من المجلس العسكري، وهم يرون بأن إعادة خلق قيادة جديدة لحركة الجهاد الإسلامي سوف يكون صعبا وسوف يستغرق الوقت. وأضاف بأن الجيش الإسرائيلي دمر العديد من غرف العمليات في داخل قطاع غزة التي تدير فيها حركة الجهاد الإسلامي عملية إطلاق الصواريخ التي ما تزال مستمرة، ولكنهم يرون بأن عدد الصواريخ التي تمتلكها حركة الجهاد ليس بالكبير ومداها ليس بطويل. السؤال المهم، ماذا بخصوص حماس؟ هل حماس تشارك بهذه العملية أم لا بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر؟ هذا المصدر قال حماس لم تشارك بأي عمل منذ بداية هذه الجولة ولغاية الآن حسب المعلومات الاستخباراتية للجيش الإسرائيلي. هذا المصدر أراد أيضا أن يؤكد على أن هنالك العديد من الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة قد سقطت في داخل قطاع غزة نتيجة الأخطاء لحركة الجهاد الإسلامي. عندما سألنا عن المدنيين وهذا العدد الكبير من المدنيين الذين استشهدوا نتيجة هذه العملية، المصدر قال بأن إسرائيل لم ترد أن يكون هنالك سقوط لضحايا، هي تحاول استخدام تكنولوجيا عالية المستوى، ولكن هكذا تكون الأمور، وحركة الجهاد الإسلامي لا تبتعد عن المناطق المدنية. أما بخصوص استمرار هذه العملية العسكرية والحديث حول وقف إطلاق النار، هذا المصدر أكد بأن هذه القضية، قضية وقف إطلاق النار، هو موكل فقط برئيس الوزراء الإسرائيلي، وهو الذي يقرر متى تتوقف هذه العملية. وإذا أراد المستوى السياسي الإسرائيلي ممثلا برئيس الحكومة الاستمرار بالعملية العسكرية، فإن العملية العسكرية سوف تستمر، رغم أنهم يرون بأن العملية قد حققت جزءا كبيرا من أهدافها، وهو العمل على تحطيم الجهاز العسكري لحركة الجهاد الإسلامي. وهو أخيرا قال نحن نعرف تماما بأن هنالك فارق بين حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي، لذلك نحن نبتعد تماما عن المراكز والمواقع والأشخاص الذين يتبعون لحركة حماس، ونقوم فقط بضرب أولئك الذين هم من حركة الجهاد الإسلامي حصرا. قبل قليل كان هنالك جلسة لرئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي ليفي مع القيادة العسكرية الإسرائيلية، تحديدا مع القيادة الجنوبية لهذا الجيش، مع الاستخبارات العسكرية بطبيعة الحال، وتم وضع اللمسات الأخيرة يعني الإجازة الذي سوف يقدمه رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي لبنيامين نتنياهو. في الساعة 7 سوف يكون هنالك جلسة تقييم أمني للعملية العسكرية، وهذه الجلسة سوف يشارك فيها بطبيعة الحال بنيامين نتنياهو، إضافة إلى مديري المخابرات والاستخبارات العسكرية وطبعا المستشار العسكري للحكومة، إضافة لرئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الذي عمليا سوف يستعرض الأهداف، سوف يستعرض النتائج، سوف يستعرض استخلاص النتائج التي جاءت بها هذه العملية العسكرية. لغاية الآن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية لم يعلن بأنه إذا ما كان سوف يكون هنالك مؤتمر صحفي، إيجاز صحفي، إعلان صحفي من قبل بنيامين نتنياهو. البعض يرى بأن بنيامين نتنياهو لربما الليلة سوف يقف قبالة المجتمع الإسرائيلي ويروي هذه التفاصيل ويروي هذا الإيجاز ويوضح إلى أين سوف تتجه الأمور. كل التصريحات الرسمية تقول بأن العملية العسكرية مستمرة وبأن كل الجهود الخاصة بوقف إطلاق النار هي مجمدة وغير قائمة ومتوقفة منذ ظهر أمس، وأن الآن لا يوجد هنالك أي مساعي حقيقية لوقف إطلاق النار، لأن إسرائيل ترفض أن تقدم أي ورقة للجانب المصري وترفض أن تتوقف عن سياسة الاغتيالات، وبأن العملية العسكرية ما تزال مستمرة. طيب، ولكن لربما تتغير الأمور خلال هذه الليلة.
أحمد، تحليلات كثيرة ومراقبون كانوا يرون بأنه ربما أراد نتنياهو تصدير أزمته الداخلية من خلال هذه العملية. هل نجح بذلك نتنياهو حسب رأي المراقبين والمحللين؟ في إسرائيل لا يقولون بأن العملية هدفها من قبل بنيامين نتنياهو بشكل شخصي لإبعاد الأزمة الداخلية. هم يقولون بأن هذه العملية العسكرية هي عبارة عن مطلب شعبي أولا، 54% من المجتمع الإسرائيلي يؤيد العملية العسكرية، والأهم هو مطلب عسكري. إسرائيل تعرضت إلى تهتك في قوة الردع الإسرائيلية، تعرضت إلى أن العالم العربي رآها وهي تترنح في المظاهرات الداخلية. الاقتصاد الإسرائيلي الذي من نوفمبر لغاية الآن وهو في تراجع لافت للانتباه، خروج الاستثمارات الخارجية، وهذا المشهد لإسرائيل الضعيفة هو الذي يرى المؤسسة العسكرية بالدرجة الأولى بأنه لا يجب أن يستمر. ولذلك جاءت العملية العسكرية التي تم التحضير لها وتم الاستعداد لها منذ أكثر من 3 أشهر. أما عملية الاغتيال التي تمت فتم الإعداد لها منذ شهر رمضان كما يقولون هم بطبيعة الحال، وكما قال ذلك مدير المخابرات الإسرائيلية. ولكن بعد أن تنتهي الحرب غدا، بعد أسبوع، بعد شهر، بغض النظر، بعد أن تنتهي هذه الحرب سوف يكون هنالك استطلاعات رأي. إذا كانت إدارة الحرب كانت سليمة من وجهة النظر المجتمع الإسرائيلي، بلا شك أن شعبية بنيامين نتنياهو التي تعرضت لانتكاسة حقيقية يمكن أن تعود وتتصاعد وتتحسن. أما إذا خرج المعارض الإسرائيلي وتحديدا هنا نفتالي بنت ولابيد وليبرمان وقالوا عكس ذلك، وقالوا بأن العملية كانت فاشلة، العملية لم يكن لها داعي، العملية كانت عشوائية، وهذا فقط سوف يحدث بعد انتهاء العملية، لأن المعارضة لا تنتقد الحكومات الإسرائيلية إبان الحرب، هي تنتقد بعد الحرب. إذا كان ذلك هو الحال بطبيعة الحال يمكن الحديث هنا حول أزمة بنيامين نتنياهو، ولكن أزمة بنيامين نتنياهو ما تزال مستمرة ومتصاعدة. التصويت في الكنيسة الإسرائيلي رغم أنه يعني تعرض إلى تراجع نتيجة الحرب الدائرة، ولكن الليلة على سبيل المثال سوف يتم إلغاء المظاهرات التي تخرج ضد بنيامين نتنياهو. الأسبوع الماضي كان 200,000 شاركوا، عدد كبير جدا عموما، رغم بأن هنالك تطمينات وما إلى ذلك، ولكن المجتمع الإسرائيلي يرى بأن موضوع الإصلاحات القضائية ما زال موجود على الطاولة السياسية والبرلمانية إسرائيلية. ولربما الأسبوع القادم سوف يكون هنالك أعداد لكي تتحدث حول هذه الأزمة التي هي ما تزال موجودة. الحرب يمكن لها أن تعطي بنيامين نتنياهو تحسن، أكيد سوف تعطيه تحسن في موضوع مقاعد الكنيسة، استطلاعات الرأي، شعبيته، ولكن لن تحل الأزمة. يعني هذه المرة الأولى التي يرتفع فيها صوت معارضة يهودية أثناء عمليات صحيح. عسكرية تنفذ في غزة، يعني هذا لافت. هذه المرة الأولى، يعني لافت جدا، يعني ونحن أنا وإياك تابعنا كل المعارك في الفترة الماضية، كنت دائما تسألي نفس السؤال وهو ماذا بخصوص المعارضة، وأنا أجيب نفس الجواب، المعارضة لا تتحدث إبان الحرب، هذا هو العنوان العريض صحيح. الإسرائيلي منذ 48 لغاية الآن عموما. هذه المرة الذي حدث أمس كان مختلفا تماما، يائير لابيد ينتقد المعركة، ليبرمان ينتقد المعركة، أحزاب العمل تنتقد المعركة، وإن كان بجمل خجولة جدا، يعني في العادة الذي ينتقدون إما من أقصى اليسار الشيوعيين أو من أقصى اليمين بغاية التطرف الذين يقولون على الجيش أن يبيد غزة بالقنابل النووية، هذا لا وزن له في السياسة الإسرائيلية. ولكن في المعارضة الحقيقية التي هي لها الوزن السياسي كلابيد ونفتالي بنت وليبرمان وحزب العمل الذين هم يشكلون هذا الحجم، عندما يخرجون حتى بهذه الجمل المتواضعة الخجولة ولكنه انتقاد، وهذا يوضح بأن شهوة هذه الانتقادات الآن هي مكبوتة. ولكن ما أن يعلن بنيامين نتنياهو عن وقف إطلاق النار من طرف، وهذا عموما ما الذي يحاول الجانب الإسرائيلي التوصل إليه. الجانب الإسرائيلي يلعب لعبة أنه هو الذي يريد أن ينهي الحرب وليس الجهاد الإسلامي. لماذا؟ لأن المجتمع الإسرائيلي خلال الفترة الماضية كنا نسمع دائما على وسائل التواصل تيك توك وما إلى ذلك يقولون حماس هي التي تقرر متى تبدأ الحرب، وحماس تقرر متى هي تنهي الحرب، غزة تختار متى تضغط الزناد، وغزة تختار متى لا تضغط الزناد. وهذا طبعا في واضح بأن تراجع في قوة الردع الإسرائيلي، بأن الجيش الإسرائيلي لا يملك من أمره شيئا، ولهذا ختام هذه المعركة إسرائيل تريد، وتحديدا بنيامين نتنياهو يريد، وأيضا القيادة العسكرية الإسرائيلية تريد أن تقول
نحن الذين سوف نعلن وقف اطلاق النار من جانب واحد، والجهاد الإسلامي قدامه خيارات ثلاث. الخيار الأول يستمر بضرب الصواريخ وبالتالي يتم الرد من بعد ذلك بعد عدة ساعات عليها وتستمر الحرب. الخيار الثاني أن هو أيضا يتوقف لأنه أنهك عسكريا الأهالي في قطاع غزة، الحصار، الألم، الضحايا، الدمار، الضغوط التي تمارس. والخيار الثالث ببساطة أن يتم إخراج حركة الجهاد الإسلامي بشكل دبلوماسي عن طريق ورقة مصرية يمكن أن تقدم من هنا أو هناك.